السلام عليكم طلاب، محاضرة اليوم تتحدث عن Dental Film Processing، يعني تحميض، يعني شلون احول اللاتنت ايميج الى فيزيبل ايميج. كنت التحميض اللي قاعد استخدمه فيزيبل ريدي ميد جاهز، مجرد تضغطون المادة وتخرجون الفيلم 30 ثانية حسب المانيفاكتشر، شقد بالكيت يقول لك شقد 30 ثانية او دقيقة وتطلع الصور. بعض اكو لا اكو مانيوال بروسيسنج، يعني حموض بيده انه يخلي الفيلم يخليهن عدة محاليل، يدخلهن بمحلول وبعدين يغسله ومحلول وكذا يلا تطلع لي الصورة. فاذا فيلم بروسيسنج شنو هي؟ سيريس اوف ستيبس، عدة خطوات، ذات كونفيرت الانفيزيبل لاتنت ايمج اون دنتال اكس راي فيلم انتو فيزيبل بيرمننت ايمج called radiograph، يعني يحول اللاتنت ايمج اللي هي مين جتي، لازم تقرون اللي قبل ما تبدون هاي، اللي ما قاري المحاضره مال فيلم كومبوزيشن ما راح يفهمها. فحتى يعرف اللاتنت ايمج مين جتي ويعني شيء مرتبط بشيء وشلون هسه انا احولها الى فيزيبل ايمج. هاي الايمج هسه انتو اخذتوها مثلا من يا شهر بديتوا تاخذوا من الشهر الثاني، لو تروح شوف هسه الفيلم اللي اخذته بشهر الثاني لحد هسه الصوره موجوده، ما انمحت، ما راحت، ما شخطت او صارت ما واضحه. هاي الصوره ناخذها بيرمننت. فاذا فائده البروسيسنج شنو؟ يحول لي اللاتنت الى فيزيبل ايمج، وهي هاي الايمج هي بيرمننت. زين، احنا هسه احنا قلنا نحط الفيلم بمحاليل، شنو هي هاي شنو هاي الخطوات، شنو هي هاي السوليوشن؟ طبعا قبل ما اشرح لهن، هاي عندنا الدارك روم، هاي المكان هذا المربع صح له دارك روم، بهاي الكونتينرات، كم كونتينر، بهاي الكونتينر اكو محاليل، اكو اول واحد ديفلوبر، بعدين اكو مي، بعدين فيكسر، بعدين مي. ومرات اكو يعني الدارك روم عباره عن ثلاث كونتينرات بس، ثلاثه اللي احنا كنا نستخدمه، كان اكو ديفلوبر بالوسط، مي، فيكسر، ورا الفيكسر اروح اني اغسله على المغسله. يعني حسب، اكو دارك روم تتحمل ثلاثه توم، اكو اربعه، بس المهم الثلاثه الاول ديفلوبر والووتر والفيكسر ذني لازم بالدارك روم. يبقى اكو يضيفون مي، يعني الكونتينر الرابع اكو لا تروح عند روح على المغسلة أو شيء. هاي أول محلول بالبروسيسنج سوليوشن هو الديفلوبر. فأتي أول شغلة راح نسوي إميرس، نغمس الكسبوس فيلم اللي صار عليه، يعني الكسبوس شنو يقصد؟ اللي صار راديشن إله، اللي حطيناه بالبيشنت ماوث وأخذت راديشن، وين نحطه؟ بالديفلوبر. طبعا نحطه مو اعتباطا إلا وقت محدد وإلى التمبرتشر لهذا المحلول. انا احط الفيلم مالتي بالمحلول بوقت محدد، وهذا المحلول نفسه الى درجات حراره خاصه، يعني مو اعتباط الشغله هيك. ورا اغسل الفيلم لانه حتى اوخر بقايا الزوائد، شنو بقى من الديفلوبر. ورا احطه مارز الفيلم بالفيكسر، ورا الفيكسر هم الى وقت محدد، ووش الفيلم ان ووتر باث تو ريموف، حتى يعني كل محلول احطه بمي حتى اشيل بي المحلول البي القبله. يعني انا حطيتها بالمي ثاني خطوه ليش؟ حتى اوخر الديفلوبر. ورا الفيكسر هم احطها بالمي ليش؟ حتى اوخر الفيكسر. اخر شيء انشف الفيلم حتى اشوفه فور فيوينج. هاي المحاليل. زين، هسه نحكي اكثر شلون اني احول اللاتنت ايمج للفيزيبل، الصوره اللي هاي تشوفيها. احنا قلنا حنحطها بمحالي، كل محلول له دور، الديفلوبر له شغل يسوي والفيكسر يسوي شغل، كل واحد يشتغل على جزء من السيلفر هالد كريستال. عندكم الديفلوبر راح يشتغل على الاكسبوز سيلفر هالد كريستالز، الفيكسر يشتغل على الان اكسبوز سيلفر هالد كريستالز. هسه نجي واحد واحد نعرف شنو. اول شغله اني الفيلم مش راح اودي، اول شيء اخليه بالديفلوبر سوليوشن فور سبيسيفيك اماونت اوف التايم اد سبيسيفيك تمبرتشر. اوكي،
من حطيت الفيلم بالديفلوبر ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كيميكال رياكشن. هذا الكيميكال رياكشن ايش راح يسوي؟ اذا تتذكرون احنا قلنا السيلفر هاليد كريستال تكونه من يعني مين؟ من سيلفر هالوجي كريستال، صح؟ شنو هو الهالوجي؟ هو سيلفر وبروماي تقريبا 98% وسيلفر ايودايد من 1 إلى 10%. المهم السيلفر هاليد كريستال شنو؟ سيلفر هالوجين كريستال اللي هي سيلفر برومايد وسيلفر ايودايد، تمام؟ هذا ايش راح يسوي الديفلوبر؟ الديفلوبر راح يشيل الهاليد كريستالز من السيلفر هاليد كريستال، راح يشيل البروماين ويشيل الايودايد، يبقى بس السيلفر. هاي معناها يسعولها ريدكشن. كلمه ريدكشن شنو معناها؟ removal of the halide portion اللي هو من هو halide portion البرومايد والايودايد، اشيله من الاكسبوز انرجايز سيلفر هاليد كريستالز. هو مو سيلفر وبرومايد وسيلفر وايودايد، بس اشيل الايودايد برومايد. هذا الديفلوبر راح يشيل هذا الجزء من، يشيل لنا بس الهاليد بورشن من السيلفر هاليد كريستالز. هذا الديفلوبر بس يشتغل على اليمن على الاكسبوست سيلفر هاليد كريستال، هذا يقصدوها ريدكشن. فانا من كاتبتكم بالمحاضره انه الديفلوبر راح يسوي ريديوس الاكسبوست سيلفر هاليد كريستال. شنو يعني ريديوس؟ كلمه ريديوس معناها انه شال الهاليد بورشن من السيلفر هاليد كريستال، يعني البرومايد والايودايد وخرهم، بقى بس سيلفر. من شالهم من وخرهم لل هاليد بورشن صار شنو ينتج ورا ما صار ريدكشن للإكسبوز سيلفر هاليد كريستالز؟ result in precipitation أو precipitation of black metallic silver. black metallic silver تهمتوني شو راح يسوي هذا الديفلوبر؟ آن من صار بلاك سوالي بريسيبيتيشن إيش راح يصير؟ يكريت دارك أو بلاك أريا أون دنتال راديوغراف. إذا البلاك والدارك أريا من سبب هاللي يطلع حسه بالصورة اللي تشوفوها أنتو بعد ما حمضت الفيلم؟ هذا الديفلوبر، هذا شغل الديفلوبر، طلع لي هاي المناطق السوداء أو الدارك الغامقة. بنفس الوقت اللي اني من الفيلم مالتي اللي حطيته بالديفلوبر هو بي كسبوز واني كسبوز سيلفر هاليد كريستال، صحيح؟ تذكروا لي المحاضره السابقه الفيلم نفسه بي كسبوز واني كسبوز. الديفلوبر راح يشتغل بس على الاكسبوز، الان اكسبوز كل شيء ما تتاثر، الان اكسبوز سيلفر هاليد كريستال ريمين ان افكتد باي ديفلوبر. من ياثر بها؟ ياثر بها الفيكسر. هسه نجي هذا الصورة اللي تشوفوها قدامكم، هذا اي شنو هو هاي؟ هاي لاتنت ايمج، هاي ما صورة فيلم انت ماخذ له اكسبوجر. فالجراي اريا هاي المناطق الرصاصية اللي تشوفوها انديكيت لاتنت ايمج برودوس باي اكسبوجر، هنا جاء الاكسبوجر صارت جراي. بي شنو؟ بي هذا بعد ما حطيت الفيلم بالديفلوبر ايش زي يسوي؟ دي يسوي لنا هاي المنطقة الصفراء هي produce metallic silver، هاي اللي دا نقول عليها metallic black metallic silver، هاي المنطقة صفر دا يتحول شوية شوية على من هاي مو على الكل الرصاصي النقاط الرصاصي بس على كم نقطة، أكون كم نقطة رصاصي ما صار بهذا الأصفر. ليش؟ لأن هي unexposed، البيها الأصفر بس الexposed بدا يتحول. ليش؟ لأنه developer بس يشتغل على الexposed silver halide crystal. زين السي شنو تحول؟ مو احنا قلنا result in precipitation of black metallic silver. precipitation يعني ترسيب. شوف السي ورا ما خلص الديفلوبر هاي الاصفر، دا ابين لكم انه ليش خليته بلون اصفر، لانه حتى دا ابين لكم شلون دا يتحول دا يتغير لونه ورا ما كملت انا الديفلوبر مالتي. هذا رقم سي، خلصان الديفلوبر مالتي، شنو النتيجة صار؟ انه وخر لي هاليد كريستالز الهاليد بورشن اللي هو البرومايد والايودايد، وخرهم. ايش صار عندي؟ بريسيبيتيشن
بلاك ميتاليك سيلفر، هذا الأسود هو بلاك ميتاليك سيلفر. الباقي الرصاص شنو؟ هذا الرصاص الباقي بالصورة رقم سي، هاي أن إكسبوز سيلفر، هاي الكريستال ما أجا راديشن يعني أن إكسبوز. وراها شو أنا هحطها؟ الفيلم حتى أكمل الخطوات البروسيسينج مالتي، راح أحطها أغسله طبعاً بمي، أحطه بكونتينر بمي، وراء أحطه في فيكسر. دي هسه إيش ده تشوفون أنتو؟ تشوفون بس الأسود بقى، الرصاص كله راح. الرصاص شنو هو؟ أن إكسبوز سيلفر هايليد كريستال. إذن الفيكسر سوى سوالي رموفال المن للآن إكسبوز سيلفر هايليد كريستالز. الصورة افهموا لي هسه حتى نشرحها، انتو صار عندكم معلوم. بالديفلوبر، الديفلوبر على اليمن اشتغل، اشتغل لي على اكسبوز سيلفر هاليد كريستالز. ايش سوى؟ وخر لي، سوى لي ريدكشن. شنو ريدكشن؟ او من اقول ريديوس اكسبوز سيلفر هاليد كريستالز انتو بلاك ميتاليك سيلفر. يعني شنو ريدكشن او ريديوس؟ من كلمة ريديوس معناها شال الهالوجي او الهاليد كريستالز نفسه من السيلفر هايد كريستالز. من شال هشبقة سوالي بلاك ميتاليك سيلفر، بريسبيتيتد بلاك ميتاليك سيلفر مثل انت شوفوها بسي صار كله. بنفس الوقت ما انا حطيته بالديفلوبر اكل ان اكسبوز سيلفر هايد كريستال ما تأثرت، من جد حطيته بالفكسر، الفكسر على يمن اشتغل، اشتغل على الان اكسبوز سيلفر هايد كريستالز، وخل إياهم من الصورة حتى تبقى الصورة شنو؟ هذا البلاك ميتاليك سيلفر بس من وخرناهم شنو؟ حتى صار هنا قلنا بالديفلوبر create dark black area on dental radiograph. الفيكسر من راح يوخر الانكسبوز سيلفر هاليد كريستال راح يعطيني؟ يعطيني white clear area بالراديوغراف، المناطق البيضة اللي صارت أو الفاتحة اللي صارت بالراديوغراف أو بالإيمج شنو؟ من سببها؟ من سواها؟ الفيكسر. إن شاء الله يعني عرفت شو أنا أوصلها وفهمتوها لأن هاي مهمة. فالفيلم is placed in chemical solution known as fixer solution هم for a specific amount of type. شو راح يسوي الفيكسر؟ remove the unexposed silver halide crystals and create white or clear area on dental radiograph. meanwhile البلاك يعني هو مع او الوقت نفسه، meanwhile يقصد يعني بالوقت نفسه البلاك ميتاليك سيلفر is not removed and remain on the film. يعني الفيكسر ما راح يوخر البلاك ميتاليك سيلفر اللي سوالياها منو الديفلوبر مع اليبي، يعني الفيكسر بس يكمل شغله على الان اكسبوز وخرهم، مع اليب بلاك ميتاليك سيلفر اللي تكونت على الفيلم ما يوخرهم ابد، تبقى موجوده على الفيلم. وراها غسله ونشفه وصارت عندي فيزيبل ايمج اللي هي هاي الفيزيبل ايمج. هاي من اجتني بعد ما اللاتنت ايمج خليتها بسوليوشن بستيبس بخطوات بالمحل بروسيسنج سوليوشن سويت لها طلعت لي هاي الفيزيبل ايمج. هاي الفيزيبل ايمج ده شوفوها مين متكونه، يعني شنو ايش ده اشوف قدامي؟ انت اشوف بلاك وايت وجراي اريا، ده اشوف مناطق سوداء اللي هاي الكلوز اب فوق مكان الاير سبيس فوق الأسود، دي أشوف أكو مناطق بيضة اللي هاي الكراون، أكو جوة وبالبون، وهذا مثل البالب هذا الأسود الراديو لوسنسي الجراي العفو الرصاصي. أو بصورة عامة هسه بعدين إن شاء الله أشرح لكم الكراون وال يعني الإنامور والدنتين والبالب والهوسة. إيش ده شوفون بالصورة؟ ده أشوف مناطق سوداء، مناطق رصاصي، مناطق بيضة. هاي فمن متكونة made up of black, white and grey area. إن بلاك اريا سين اون دنتال راديوغراف ار جريتد باي شنو؟ مين جت هاي البلاك اريا؟ شنو سببها؟ ديبوست، مو شنو سبب يعني منو كونها؟ ديبوست اوف بلاك ميتاليك سيلفر. واحنا قلنا اول شغله الاكسبوز سيلفر هاليد كريستال خليناه بالديفلوبر، الديفلوبر من شال الهاليد بورشن من الاكسبوز سيلفر هاليد كريستال سوالي ريزلت ان بريسبيتيتد سيلفر هاليد
بلاك سوري بلاك ميتاليك سيلفر. هاي بلاك ميتاليك سيلفر بالفيزيبل ايمج سوت لي البلاك اريا او الدارك اريا. هاي الدارك اريا منو سببها؟ شلون تكونت؟ ديبوست اوف بلاك ميتاليك سيلفر. زين الاماونت اوف ديبوستد بلاك سيلفر seen on dental radiograph varies depending on structure being radiograph. صح حسب الدنسيتي مال ستراكشر. يعني هاي الدارك اريا مرات تلقاها كلش بلاك، مرات هسه تشوفون جراي حسب الدنسيتي مال الستراكشر اللي دا يسوي له. هاي بين شرحت لكم اياها همينه بالمحاضره السابقه. depending on structure being radiograph اذا كان هو كلش دنس اصلا ما راح يعبر radiation، راح تطلع الصوره كلش بيضة. اذا كان less dense او ماكو density، اذا ماكو density اصلا سودة. اذا less dense structure مثل البالب، البالب less dense راح تطلع صورته ايش راح يطلع gray لونه رصاصي. هاي حكينا هسه على البلاك، وقلنا الاماونت مال كميه الديبوستد بلاك سيلفر تتغير، يعني مو ثابته حسب الستراكشر اللي انت بينج راديوغرافت. زين نجي للوايت اريا اون دنتال راديوغراف ريزلت مين. هاي الوايت اريا من ريموفال اوف ان اكسبوز سيلفر هالد كريستالز. قبل شوي مو قلنا الفيكسر ايش راح يطي يوخر لي اياهن، يوخر لي اني اكسبوز سيلفر هايد كريستال ريزلت ان وات كلير اريا. هاي الوات كلير اريا هي تطلع حشوفها اني بالفيزيبل ايمج. يقول لك وكذلك الاماونت اوف ان اكسبوز سيلفر هايد كريستالز ريموف ديبند همينه على الستراكشر بينج راديوغراف. شلون الستراكشر اللي لس دنس لو نو دنس، نو دنس مثل اير سبيس. مثلا هسه الستراكشر اللي هو less dense or no dense، no dense اللي هي مثل اير سبيس هذا راح يسمح بدخول permit the passage of x-ray beam فيبين appear black or radiolucent. الاير سبيس بلاك راديو ليوسنت such as البالب، البالب هي less dense يسمح دخول اي. فالستراكشر اللي يسمح دخول الاكس راي بيم ويوصل للفيلم هذا ايش راح يبين؟ يبين راديو ليوسنت اور بلاك. زين اللي ما يسمح بدخول الريزيست يقاوم الباسج اوف اكس راي بيم ايش راح اللي هو يكون مور دنس. مثلا اذا كان عندي امالغام فهذا ما يخلي يدخل، او حتى الانامول، الانامول كلش دنس والدنتين اقل من الانامول. اذا تشوفون بالصوره الانامول شلون راديو اوبك شلون ابيض ابيض، هذا شنو سبب انه هو ريزيست او ريزيست الباسج مال اكس راي بيم. فبالتالي السيلفر هايد كريستال الموجودة بالفيلم ما اجاها اكسبوجر، صارت عن اكسبوز. فايش راح يصير؟ يبين لي على واي او راديو اوبيك اريا. مثلا من هو المورتن المتر ريفريشن هي الامالغام، او الدنتين هي الانامول همين الدنتين اقل. اذا تشوفون البياض مالته اقل، واذا عندكم اكس رايات اذا تبون تدخلون بغير محاضرة الابيكال اكس راي او بايت وينج فيها امالغام راح تشوفوها كلش راديو اوبيك كلش دين، لذلك كلش بيضه كلش. يعني كل ما كان الستراكشر مور دين كل ما تكون مور راديو اوبيك. راديو اوبيك يعني شنو؟ يعني ابيض. راديو ليوسنت شنو؟ يعني بلاك. فهسه نجي نقول راديو ليوسنت، راديو ليوسنت ستراكشر از وان ذات ريدلي بيرميت باسج اوف اكس راي بيم. حيسمح هو شنو الستراكشر هذا؟ سمح لي بدخول الاكس راي بيم من اند الاو مور اكس راي بيم فات بالسن ووصل وين؟ واي اكس راي ما سوى له ريزيستنس، ما سوى له ابزوربشن للاكس راي بيم، لا خلاه يفوت وخلاه يوصل للفيلم. فاذا وصل
X-ray be more X-ray reach the film معناها ايش راح يصير؟ معناها هواي سيلفر هايد كريستالز حيصير بيها انرجايز، راح يصير بيها راح يصير اكسبوزد. فاذا صار عندي هواي سيلفر هايد كريستال اكسبوزد وانرجايز يعني شنو من اسوي يعني الصوره هواي بيها سواد راح تصير resulting in increase deposit of black metallic silver. الراديوغراف with large deposit of black metallic silver appear black or radiolucent. زين يعني هسه هذا الراديولوسنت اللي صار عندي شنو سببه؟ سببه انه الستراكشر سمح بدخول الستراكشر مثلا توث ستراكشر مو هو التوث الجزء من التوث ستراكشر مثلا الانامول ما سمح هيك اقصد يعني الستر يعني ليش صار اسود مثلا هسه البالب هنا ليش راديولوسنت البالب؟ لانه هو البالب من حط البالب اللي موجود بالسن حطيت له اني اكسبوجر اجت الاكس راي بيم فاتت وصلت للبالب البالب ما سوى لها ريزيستنس حتى ما يخليها توصل للفيلم لا خلاها بسهوله توصل لل يخترق البيم للبالب ووصل البيم الاكس راي بيم للفيلم فهوايه لانه هو مو هو ليس دنس فهوايه اكس راي بيم فاتت بي وبالتالي هوايه اكس راي بيم وصلت المن للفيلم الفيلم شنو بي بسيلفر هاليد كريستال من اجا اكس راي بيم اجا للسيلفر هاليد كريستال وكان هوايه يعني دخل ايش راح يصير بالتالي حيسوي لي شنو مور اكسبوز سيلفر هاليد كريستال اذا الفيلم كان بهوايه اكسبوز سيلفر هاليد كريستال من اني اسوي احطه بالديفلوبر ايش راح يصير معناه هوايه راح يصير بلاك ميتاليك سيلفر وبالتالي هوايه راح يصير شنو راديو لوسن اور بلاك هيك فاهم زين هسه هذا حكينا على الراديو لوسنت زين نجي الراديو اوبك وهو الابيض هسه البالب راديو لوسنت هذا اشوف البالب راديو لوسنت الاير سبيس اصلا هذا بلاك هذا اسود بلاك البالب راديولوسنت الكريز طبعا بنشوفها بالصوره هم يصير راديولوسنت هسه ان شاء الله نوصل بحضارات الجاي الراديو اوبك بدي اشوفه شنو هو الانامول هنا انا اللي بدي اشوفه الابيض اكثر شيء الراديو اوبك يعني ابيض راديولوسنت يعني اسود اسود على رصاصي هذا المعنى راديو اوبك هذا الابيض شنو بدي اشوفه الابيض اللي هنا انامول اذا انا ما حاطت لكم صوره لو ادري كان حاطت لكم صوره بها امالغام حتى تشوفون بعد اكثر راديو اوبك شنو السبب طلع انه الانامول او الامالغام ما سمح يدخل الاكس راي بيم بي ووصل للفيلم لا resist the passage مال اكس راي بيم and restrict or limit the amount مال اكس راي بيم اللي ذات ريتش الفيلم يعني ما يخليها توصل لو يقللها هي توصل بحيث بس اقل بحيث ما تسوي لي اذا ما تسوي لي energized ولا اسوي exposed the silver halide crystals تموني فالراديو اوبيك ستراكتشر هو من هو ايش وقت يصير من الستراكتشر هو يكون دينس اذا صار ستراكتشر دينس ايش راح يسوي ريسيست الباسج مال اكس راي بيم ما راح توصل اكس راي بيم للفيلم اذا ما وصل للفيلم معناها السيل هاي الكريستال الموجوده بالفيلم ايموشن ايش بيها ان اكسبوز ما حيجيها راديشن ما يصير بيها اكسبوجر فبالتالي من راح يصير ما بيها اكسبوجر ما ان اكسبوز ما راح يصير عندها شنو ديبوزيشن اوف بلاك سيلفر بلاك ميتاليك سيلفر ليش لان هي ان اكسبوز فما راح يعطيني بلاك ميتاليك سيلفر ليش ان اكسبوز لان الستراكشر ما سمح بدخول الاكس راي بيم وبالتالي ما وصل للفيلم زين الراديوغراف وذ اريا of unexposed silver halide crystals have been removed during processing من وخر لياهن الفيكسر
زين. And with no black metallic black metallic silver deposit appear white or radioactive. ف شرح تبين لي ماكو بلاك ميتاليك سيلفر راح تبين بيضة راديو اوبك. هسه البالب ليش صار راديو ليوسنت؟ لانه هو ليس دنس، سمح بيرميت باسج اوف اكس راي بيم، وبالتالي من سمح بدخول الاكس راي بيم راح يوصل الاكس راي بيم للفيلم. الفيلم شنو بي؟ بسيلفر هاليد كريستالز. السيلفر هاليد كريستالز اذا اجاها اكس راي بيم ايش راح يصير بها؟ اكسبوزد، صار انرجايزد. شنو السبب ليش وصل؟ لانه البالب سمح دخوله فوصل فصارت اكسبوزد. من صارت اكسبوزد سيلفر هاليد كريستالز، من اني اسوي لها تحميض ايش راح تنتج بي؟ بلاك ميتاليك سيلفر، فتنتج لي وبالتالي شنو يصير لي؟ ابير هاي البلاك ميتاليك سيلفر شلون تبين؟ تبين بلاك او راديو ليوسنت. الانامول او الامالغام، انا جيت اخذت اكسبوجر راح ريسيست الباسج مال اكس راي بيم بالتوث، يعني صار بي ابزوربشن، اخذته ما خليته بعد يوصل، ما خليته هاي الستراكشر الدنس، ما خليت الاكس راي بيم يطلع من عندها ويروح يوصل للفيلم، ما وصل للفيلم. معناه سيلفر هاليد كريستالز اللي بالفيلم ان اكسبوز ان انرجايز، ما اجتها ما سوت اي شيء. فهذا الان اكسبوز سيلفر هاليد كريستالز من اسوي له بروسيسنج ايش راح يصير؟ راح يصير لونه ابيض، يبين ابيض، راح ريموف، راح يروح من الفيلم، فيبين ابيض او راديو اوبك، ابيض راديو اوبك. منو اللي سبب الراديو ليوسنت خلاه يطلع بالبروسيسنج؟ هو الديفلوبر. منو اللي خلى راديو اوبك يطلع بالفيلم؟ الفيكسر. زين هسه نجي بصوره يعني مفصله نشرح كل محلول ايش راح يسوي. overview of film processing the basic steps of processing dental x-ray film. اول شيء developing، ثاني شيء rinsing. اذا كان عندي مو manual automatic process هذه الخطوه ملغيه. ورا fixing، ورا washing، ورا drying. قلنا شنو فائدتها؟ حتى transform latent image اللي هي شلون تكونت، which is produced when x-ray photons are absorbed. طبعا x-ray photon نفس x-ray beam، يعني البيم يتكون من فوتون، نفس اللي اخاف تخربطون، يعني يكتب x-ray beam x-ray photon نفس الشيء. are absorbed by silver halide crystals in emulsion. هذا البروسيسنج راح يحول اللاتنت الى visible. زين اول خطوة اللي هي الديفلوبي، هي first step in film processing هي development. هو chemical solution يصحوا له developer، نستخدمه بالdevelopment process. شنو ال purpose مال developer؟ to reduce. كنا reduce شنو؟ يعني removal of الhalite portion من exposed energized silver halide crystal. إذن هو reduce the exposed energized silver halide crystals chemically element to black، حيوخرها result in precipitation ان بلاك ميتاليك سيلفر. فاذا هو ريديوس الاكسبوز انرجايز سيلفر هاليد كريستالز كيميكالي المن، حيسويها تو بلاك سيلفر. يعني هذا بصوره مختصره كاتبين بس هي كديفلوبر كشغل انه راح يشيل الهاليد بورشن من الاكسبوز، من راح يشيله راح ريزلت ان بريسبيتيشن. الديفلوبر سوليوشن سو اوف الفيلم emulsion softening sorry softens الفيلم emulsion during this process. شنو فائدته؟ راح يسوي لي softening للفيلم، هم لازم تعرفوها، لأن الديفلوبر راح يسوي hardening. softens هاي أنا ما كاتبتها بالمحاضرة، أنتوا ضيفوها softens، يعني الأف ناسية تعاني. زين ليش يلا نجي الرينزينج افتر ورا قلنا ورا هاي انا شرحتها لكم بس هسه نرجع عليه بالبدايه شرحته. رينزينج افتر ديفلوبمنت ووتر باث از يوز، حتى شنو ووش او رينز الفيلم. رينزينج نيسيسري تو ريموف الديفلوبر فروم فيلم اند ستوب الديفلوبمنت بروسيس. الفيكسر ايش راح يسوي؟
after rinsing the fixer take place اللي هو همينا chemical solution fixer. البيربس منه شنو؟ ريموف الان اكسبوز ان انرجايز سيلفر هايد كريستالز فروم فيلم ايموشن. ايش راح يسوي ذاك؟ كان سوى سوفتينج، هذا هاردنز الفيلم ايموشن دورينج البروسيس. وراها الواشينج افتر فيكسينج ووتر باث از يوز تو واش الفيلم. ا واش ستيب از نيسيسري تو ثرولي ريموف اول اكسس كيميكالز فروم ايموشن. قلنا كل ما اغسل بالمي حتى اشيل السوليوشن اللي قبله، انا اسيب الواشنج هنا ورا الفيكسر حتى اوخر بقايا الفيكسر، واذا كان قبل ورا الديفلوبر هم حتى اوخر بقايا الديفلوبر. اخر شيء دراينج، الفاينال ستيب از دراينج ذا فيلم فور حتى شنو؟ فور ستورج اس ا بارت اوف بيشنت بيرمننت ريكورد الفيلم. يعني هاي شلون انشفه؟ لو بالاير درايت at home temperature room temperature، يعني هو بالهواء اللي مال الغرفه مثلا بالبنكه، او تريدون بالاير سرنج اللي موجود بالجهاز. لو هو اكو جهاز خاص or maybe dried in heated cabin specially made for this purpose، اكو جهاز خاص هو ينشف لي. زين هسه اللي شرحته فوق هسه عايز لكم اياها بطريقه اسهل. البروسيس فيلم، لحظة قبل ما أدخل بالدارك روم، لو بروسيس فيلم ناو هسه الفيلم بعد ما تحمص شنو صح له؟ راديوغراف. حتى قلت لكم من تكملون الفيلم وتحمضوا تقول الدكتورة هذا بري أبيكال راديوغراف أو بري أبيكال إيمج. راديوغراف خو بعد أحلى أفيك، أو بايت وينج راديوغراف. الفيلم يصيح له ورا ما ورا ما تحمض يصيح له راديوغراف. هاي الإيمج الصورة اللي موجودة بالراد أون ذا راديوغراف are made up of microscopic grains of black metallic silver. The amount of silver deposited will vary with thickness of tissue penetrated. نفس الحكي. The tissue that are not very dense مثل the pulp chamber of a tooth allow more radiation to reach the film emulsion, result in a black radiolucent area on the film. Where as dense structure such as metallic crustation will block حيحجب الباسج مال اكس راي result in white radiopaque area on the film. Basically the developer is responsible for creating the film radiolucent appearance and the fixer responsible for creating the film radiopaque appearance. الفيكسر يسوي لي radiolucent، الديفلوبر سوري ديفلوبر راديو ريسنت، الفيكسر راديو اوبك ابييرنس. نجي اكو الديفلوبر كومبوزيشن، يعني هي هو لازم تحفظوهن بس اني طلعوا عليهن ما اطلبها منكم خطي، يعني دوخه هوايه، بس اهم شي تعرفولي انه الديفلوبر شنو بي بفانكي فانجيسايد از ادد، من اسمه فانجي يعني فطريات. حتى شنو هذا فانجيسايد موجود بالديفلوبر؟ حتى تو بريفنت الجروث اوف فانجي فطريات حتى ما تسر عليه. اند بفر از ادد تو مينتين ذا بي اتش وذين سبيسيفيك ليميت، ويضيفوا له سووا له بفر حتى شنو يحافظون على البي اتش مالته، لان هو الكلاين هو قاعدي الديفلوبر مو حامضي، الفيكسر حامضي. زين الفيكسر اذا اني هاي هم بي مكونات الانجريدينت والكيميكال وكل وحده فانكشن اطلعوا عليها. الفيكسينج ايجنت ريموف قلنا اول سيلفر هاليد كريستالز اللي هي ايش وقت هاي؟ يعني انا اذا فيلم سويت له اكسوجر وقبل ما احطه بالديفلوبر حطيته قبل بالفيكسر، ما اندليت انه هذا، عرفت انه هذا المحلول فيكسر، جيت حطيته، ايش راح يصير؟ ايش راح يصير؟ راح الفيلم يصير appear clear sorry البروسيس فيلم والappear clear. اذا ايش وقت هذا؟ اذا انا الفيلم حطيته first place into the fixer solution راح يوخره كله، تطلع الصوره واضحه، يعني صوره باهته بيضه صافيه كل شيء ما بيه، يعني لازم تعيده. الدارك روم هاي قلنا
عرفتوها قبل شوي شرحت عليها. الدارك روم شنو هي الفائده مالتها؟ to provide completely darkened environment، ظلمه، بيئه ظلمه، in which the x-ray film can be handled، يعني نشيله and process to produce diagnostic radiograph. a dark room must be properly designed and well occupied، يعني مو اعتباطا، لازم واحد يصممها بشغله صحيحه. زين وين احطها؟ شلون السايز مالتها؟ اللوكيشن يعني بالعقل لازم انا احطها مكان قريب يم السورس مال يم الجهاز مال اكس راي، حتى انا كملت الاكس راي من اخو، مو احطها بمكان كلش بعيد. فاللوكيشن اوف دارك روم ماست بي كونفينينت، يعني مريح. ايديالي ات شود بي لوكيتد نير الاريا وير اكس راي يونت ار انستالد. دارك روم ماست بي لارج اناف تو اكوموديت الفيلم بروسيسنج اكويبمنت، يعني مو كلش صغيره بحيث السوليوشن محلول بصف محلول يوقع او ما يقعد، او مو مريح لحركه ايدك. كونفينت قلنا لازم تو اكوموديت الفيلم بروسيسنج اكويبمنت اند تو الاو امبيل ورك سبيس، الشغل مالتي. الدارك روم شود بي ميجر اتليست 16 الى 20 سكوير فيت مالتها الاد سايز، and provide enough space for one person to work comfortably. يعني هذا داركم الدشو، يعني هاي ليشتغل بها شخص واحد ايد واحدة، مثل ما رويتكم هنا مكان بس شخص واحد يشتغل، يعني مو ايدين شخصين يشتغلون يفقد ايده. طبعا هذا الدراسات اني امتحن الماجستير جابوا لنا الدارك روم اللوكيشن والسايز مالتها. هذا هو، شكرا جزيلا، اشوفكم على خير.